حسناً، صفي ذهنك لأنه لدينا 12 لغزاً أصعب مما تبدو عند النظرة الأولى، وربما حتى عند النظرة الثانية. قد تبدو بعض من هذه الألغاز سهلة جداً للوهلة الأولى، ولكن لا تدع هذا يخدعك. الأذكياء فقط هم من سيتمكنون من حل هذه الألغاز. هل تعتقد أنك ستتمكن من حلها؟ أنا أعلم أنك قادر على ذلك، لذلك لنبدأ مع هذه الألغاز. السؤال الأول، لدينا 4 مثلثات ومجموعة من الأرقام يبدو وكأنها عشوائية، ادرسها بعناية وحاول معرفة العدد المفترض أن يكون داخل المثلث الرابع. لديك 15 ثانية تبدأ من الآن. الجواب، إذا نظرت قريباً بما فيه الكفاية في المثلثات الثلاث الأولى سترى نمطاً متكرراً. العدد داخل المثلث هو نتيجة طرح الرقم على اليسار من الرقم في الأعلى، ومن ثم ضرب النتيجة بالعدد المكتوب على اليمين. على سبيل المثال، في المثلث الأول 6 ناقص 2 يساوي 4، و4 ضرب 2 يساوي 8، وهو العدد داخل المثلث. استخدم نفس الصيغة للمثلث الأخير وستحصل على الجواب الصحيح، وهو الرقم 3. هذا اللغز حيرني كثيرا، هل كانت إجابتك صحيحة؟ اسمح لنا أن نعرف ذلك في قسم التعليقات. حسنا، لننتقل إلى اللغز التالي. السؤال الثاني، لديك 7 ضيوف في حفلة عيد ميلادك، وينبغي عليك أن تحزر طريقة لقطع كعكة عيد ميلادك الدائرية 3 مرات فقط للحصول على 8 شرائح متساوية الحجم، 7 لضيوفك وواحدة لك بالطبع. الوقت يمر وضيوفك ينتظرون كعكتهم، لذلك انطلق. الجواب، أولاً ينبغي عليك قطع الكعكة عمودياً من المنتصف للحصول على قطعتين متساويتين. كرر الطريقة، ولكن هذه المرة أفقياً للحصول على 4 شرائح. ينبغي أن يكون القطع الثالث والأخير أفقياً عبر الكعكة، والذي سيحول شرائحك من 4 إلى 8 بسرعة. كيف حللت هذا اللغز؟ لا داعي للقلق، لا يزال لدينا المزيد من الألغاز. السؤال الثالث، هناك 6 كؤوس أمامك، الكؤوس الثلاثة الأولى ممتلئة بينما الثلاثة الأخرى فارغة، كيف يمكنك ترتيبها بحيث تتناوب في النمط من ممتلئ لفارغ لممتلئ؟ أوه، يمكنك نقل كأس واحد فقط، حظا موفقا. الجواب، أمسك الكأس الثاني وصب الماء منه إلى الكأس الخامس. يا للروعة، يوجد الآن لدينا نمط متناوب. مهلا، لقد قمت بتحريك كأس واحد فقط، ولا يوجد أي جزء من اللغز يمنع التصرف بمحتوى الكأس. نعم، لقد كان ذلك ماكرا. السؤال الرابع، هذه المرة لدينا أبسط سؤال لك، كم عدد المكعبات في هذه الصورة؟ 15 ثانية من الوقت. الجواب، أنت لم تقل 6، أليس كذلك؟ أوه لا، هناك في الواقع 9 مكعبات في هذه الصورة. الثلاثة في الجزء السفلي ليست مرئية لكنها موجودة وينبغي عدها. نعم، لم تكن إجابتي صحيحة لهذا اللغز، ماذا عنك؟ حسنا، لنتماسك، لدينا فرصة أخرى. السؤال الخامس، إذا جمعنا عمر هذا الأب والابن معا فنحصل على رقم 66. الأرقام في عمر الأب هي نفس الأرقام في عمر ابنه، إلا أنها بالطبع معكوسة بطريقة ما. ما هي أعمارهم؟ الجواب، لديك مجال واسع للمناورة في الإجابة على هذا اللغز، لأن هناك في الواقع 3 إجابات ممكنة.
عمر الأب 60 سنة بينما عمر ابنه 6 سنوات، هذا فرق كبير في العمر. عمر الأب 42 وعمر ابنه 24، وأخيرا عمر الأب 51 وعمر الابن 15. هل حذرت أي واحدة من هذه الإجابات أو ربما أكثر من واحدة؟ إذا كان الأمر كذلك هات كفك، هيا يا أخي لا تدعني أنتظر، ها أنت ذا. بالمناسبة إذا كنت ترغب في تمرين عضلات دماغك وحل المزيد من الألغاز الممتعة، جرب اختبارنا القصير الآخر. كما تعلم كلما حللت المزيد من هذا النوع من الألغاز كلما أصبحت أكثر مهارة في حلها، لذلك استمر في تدريب عقلك. والآن سنستمر في التدريب بمزيد من الأسئلة في هذه القائمة. السؤال السادس، لدينا 6 مربعات مع أرقام داخلها ولكن هناك مربع واحد فارغ، السؤال هو أي رقم يفترض أن يكون في المربع الأخير؟ الجواب، يجب أن لا يحتوي المربع الأخير على رقم وإنما على الحرف R. هذه الأرقام هي في الواقع العلامات التي تراها على ناقل الحركة اليدوي للسيارة، السرعة 5 الأولى ومن ثم العكس. هل لازلت ضائعا؟ لا بأس، اسأل والديك أو أجدادك، فلم يكن لديهم ناقل حركة أوتوماتيكي فاخر في أيامهم. السؤال التالي لن يكون مخادعا، أعدك بذلك. السؤال السابع، لا خدعة في هذا السؤال، ولكن ماذا عن بعض الرياضيات؟ لدينا سلسلة من الأرقام من 1 إلى 9 بدون تغيير ترتيبها، أضف علامتي الزائد والناقص بينها بحيث تساوي المعادلة النهائية 100، ولكن لا يمكنك استخدام سوى 3 علامات زائد أو ناقص بشكل كلي. لديك بعض الوقت للتفكير في ذلك ولكن ليس كثيرا. الجواب، أنا متأكد من أن محب الرياضيات الحقيقيين فقط هم من تمكنوا من الوصول إلى الجواب الصحيح، وهو 123-45-67-89 يساوي 100. أعتذر من طلاب القسم الأدبي، ولكن لا بأس، لا زال لديك فرصة لتحسين نتيجتك النهائية في هذا الاختبار. لننتقل إلى السؤال التالي. السؤال الثامن، لدينا 10 أشجار، أعد زراعتها بحيث يصبح هناك 5 صفوف وأربع أشجار في كل صف، يبدو الأمر مستحيلا، خذ وقتك. الجواب، الإجابة هنا بسيطة جدا لدرجة الألم وستبدو واضحة بمجرد رؤيتها. يمكنك صنع شكل نجمة بالأشجار، كل شيء كما ينبغي أن يكون، 5 صفوف وكل صف يحتوي على 4 أشجار بالضبط. إذا كنت قد تمكنت من الإجابة على هذا السؤال فإن مهارات المنطق لديك عالية ومتفوقة وأنا أحسدك على ذلك أيها الشقي. السؤال التاسع، انظر عن كثب في هذه الصورة وحاول تحديد أي من هذين الخطين في الأسفل هو استمرار للخط الأعلى. الجواب، الجزء السفلي من الجزء العلوي هو هذا الخط هنا على اليمين. نعم، لقد حان الوقت لأن يكون هذا السؤال أسهل. أعطي رأسك الكبير استراحة، ولكننا لم ننتهي بعد، لذلك دعونا ننتقل إلى السؤال التالي. السؤال العاشر، لدينا هنا ساعتان تبدوان مثاليتين ولكن انظر عن كثب، واحدة منهما حقيقية في حين أن الأخرى مجرد لعبة، أي واحدة هي اللعبة؟ بدأ وقتك الآن. الجواب، الساعة على اليسار هي اللعبة. كيف يمكنك التوصل إلى ذلك؟ إن عقرب الدقائق فيها أطول بكثير من أن يتمكن من الدوران حول وجه الساعة، لذلك فإن الساعة على اليمين هي الحقيقية بهذه السهولة. السؤال 11، لنجرب حل لغز جريمة قتل، ما رأيك؟
قتلت امرأة في حمام مطعم، كم هذا واقع؟ هل كان ذلك قبل أو بعد أن دفعت الفاتورة؟ في الواقع لا يهم. لذلك هل يمكنك معرفة من هو القاتل من خلال النظر في هذه الصورة فقط؟ حظا موفقا أيها المحقق. الجواب: إنه الرجل تحت رقم 4. انظر عن كثب، إنه يجلس بالقرب من المرحاض وسكينه مفقودة وقميصه ممزق من الأسفل. ألقي نظرة على الضحية مرة أخرى، هناك قطعة من قميصه في يدها، الخدش على عنقه لا يدع الكثير من الشك. أغلقت القضية يا شيرلوك. السؤال 12: هل أنت أحد مشجعي شيكاغو بولز؟ تحقق من شعار فريق الدوري الأمريكي للمحترفين هذا. كل شيء يبدو كما ينبغي، ولكن هناك شيء يختبئ هنا. ماذا يمكنك أن ترى بدلاً من الثور؟ الجواب: أقلب شعار البولز وسترى رجلاً آلياً يقرأ كتاباً على مقعد منتزه، والآن لن تكون قادراً أبداً على عدم ملاحظة ذلك. على الرحب والسعة. حسناً، كم عدد الألغاز التي استطعت حلها؟ أخبرنا في التعليقات. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لمعرفة عدد الألغاز التي سيتمكنون من حلها. يمكنك العثور على مسابقات أكثر متعة على قناتنا، لذلك تأكد من الاشتراك فيها. انضم إلينا في الجانب المشرق.